السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا فاتن فؤاد، وان شاء الله النهاردة هنعمل الدبدوب العسولة ده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه، وهو اصلا طريقته منتهى البساطة يعني، وبرضه تستخدمي فيه اي خيط موجود عندك، اي بواقي خيوط يعني حابة تستخدميها يعني، مفيش تكلفة اصلا، لانه خيط بسيط يعني، كمية بسيطة جدا جدا هتعملي بيها الدبدوب ده. تقدري تحطي دلاية في شنطة، تقدري تحطي زينة في اي حاجة يعني، ان شاء الله يعجبكم. يلا نبتدي بقى على طول. ده الخيط اللي استخدمته اسمه برنسس، استخدمت المقص وقطعتين كرتون، قطعة 5 سنتي وقطعة 3.5 سنتي، تمام، وابرة عشان السلسلة، ومسدس الشمع، وكمان الاستراس ده علشان اعمل بيه العيون بتاعة الدبدوب. دلوقتي هعمل بقى على القطعة اللي هي العريضة، هعمل عليها باللون الابيض، هعمل 100 لفة. طبعا لو عندك بكرتين ممكن تلف منهم مع بعض، تعملي مثلا 50 لفة علشان تسهلي على نفسك يعني. انا بالنسبة لي عملت 100 لفة فردي، تمام. ودلوقتي هقص وهبتدي اطلعها كده، وهجيب القطعة الخيط دي اربط بيها، بلفها كذا لفة كده علشان تبقى معقودة كويس، ما تهويش مني، وهربطها كمان مرة برضو. وبعدين ابتدي اقص الاطراف كده اللي هي على شكل فيونكة دي، بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. وهجيب عملة كده، اي عملة عندك، ده نص جنيه، بقصقص كده من على الاطراف بحيث ان نخلي المسافة اللي بين العملة والطرف تكون قد بعضها، كلها داير ما يدور، دي تقريبا سنتي من كل ناحية بينها وبين العملة يعني اللي في النص. هنعكسها كده تاني، وهحط برضو العملة في مكان تاني اللي هو المعاكس يعني، وابتدي برضو اقصقص الزوايا زي ما احنا شايفين كده. وبالشكل ده هتكون كده خلصت. هعمل بقى من الكرة دي كمان واحدة، وبالمقاس الصغير هعمل 7 قطع باللون اللي هو التاني. هعمل دلوقتي سلسلة علشان الكرة التانية اللي هي البيضة دي، هعمل لها سلسلة كده بطول مناسب ان هو يكون يتعلق فيه الدبدوب ده، عشان هربط بيها هي بدل قطعة الفتلة يعني، عشان اعلق بيها. دي مثلا طولها 32 سنتي، اهي كفاية. هطلع بقى اللف اللي انا لفيته، ال100 لفة اهو، وهبتدي اقعد عليها كده بالسلسلة اللي انا عملتها دي، عشان تكون هي ايه العليقة في نفس الوقت اللي هعلق بيها. دلوقتي هعمل معاك واحدة كمان من اللي هي الصغيرة دي، عملتها 20 لفة بس مجوز، يعني كأني عملت ايه 40 لفة على الورقة الكرتونة اللي هي الصغيرة، وبرضو بعقدها بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، وابتدي بقصقصها برضو. خد بالي ان انا قصقصت كل الخيوط، وبعدين هجيب برضو العملة، بس دلوقتي بقى هقصقص ايه يعتبر على حرفها على طول، علشان دول صغيرين، شايفين ازاي؟ حتى الكبيرة على فكرة لو كانت حاجة اكبر من كده شوية كانت هتبقى احسن معايا في القصقصة يعني. خلاص عملت كل عدد الكور اللي انا محتاجاها. دلوقتي هنبتدي بقى نثبتهم كده في بعض بمسدس الشمع كده. ايه ما احنا شايفين كده بمنتهى البساطة. وبنقص الزيادة دي كده، الشعر اللي هو الطويل اللي في الوش ده، بنحاول نقصقص كده ونظبط الشكل على قد ما نقدر. وبرضو عند الرقبة دي برضو لو حسينا ان هي مش متحددة كويس، بنحددها كده كويس بالمقص. هنحط بقى القطعة الأخيرة دي وبس كده. خلاص، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. استودعكم الله، مع السلامة.